السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سنواصل بالفقرة الثالثة التي تخص الدوال التي لها تكتب على شكل X، تربط كل X ب A على X، حيث A يخالف الصفر. في البداية نشاط، نعتبر الدالة العددية F بحيث F لX يساوي A على X و A يخالف الصفر، وليكن F منحنى في معلم متعامد منظم OEG. أولا حدد دير F، ثانيا أدرس زوجيات F، ثالثا أدرس رتابة F على R زائد نجمة في الحالتين التاليتين: الحالة ألف A أكبر قطعا من الصفر، الحالة ب A أصغر قطعا من الصفر. رابعا اعطي جدول تغيرات F على DDF. خامسا أنشئ CF في الحالتين التاليتين: الحالة ألف A يساوي واحد، والحالة ب A يساوي ناقص واحد على جوج. الحل: أولا تحديد دير F، عندنا أنا X في المقام، يعني X خاص يخالف الصفر. دير F بكل بساطة هو R نجمة. ثانيا دراسة الزوجية، لدينا DDF يساوي R نجمة، إذن لكل X من DDF أي X يخالف الصفر فمقابله هو الآخر يخالف الصفر، يعني ناقص X ينتمي لDDF، و F لناقص X تساوي A على ناقص X اللي هي ناقص A على X أي ناقص F لX، وبالتالي F دالة فردية. دراسة الرتابة، لدراسة الرتابة على R رتابة F على رتابة F على R زائد نجمة. في الحالة الأولى A أكبر قطعا من الصفر، لدينا T ديال F هو قبل ناخذو، لدينا ليكون X و Y من R زائد نجمة بحيث X يخالف Y. لدينا T دو F يساوي F لX ناقص F لY على X ناقص Y يساوي A على X ناقص A على Y الكل على X ناقص Y يساوي، نوحدو المقام هنا في البسط غتبقى عندنا X Y، هنا A Y ناقص A X الكل على X ناقص Y تساوي. إذن هذا البسط غادي نعملو بناقص A، لعملت بناقص A تصبح عندي X ناقص Y على X الكل على X على Y الكل على X ناقص Y، إذن يساوي غادي تبقى عندنا ناقص A عامل ل X ناقص Y على X Y مضروبة في واحد على X ناقص Y. طبعا X ناقص Y يخالف الصفر لأن X يخالف Y، نختزلو بها غتبقى لنا ناقص A على X Y. لدينا X و Y عنصرين من R زائد نجمة، إذن X Y موجب قطعا و A موجب قطعا، وبالتالي هذا T دو F ناقص A على X Y أصغر قطعا من صفر. إذن نستنتج أن
F إذن F تناقصية قطعا على R زائد نجمة أي المجال صفر زائد ما لا نهاية إذا كان طبعا A موجب. في حالة إذا كان أو الحالة B B A أصغر قطعا من صفر بالمثل نجد أن لكل X و Y من R زائد نجمة يعني المجال صفر زائد ما لا نهاية حيث X يخالف Y نجد أن TF أيضا يساوي ناقص A على X على Y وبما أن X و Y لهما نفس الإشارة إذن فهو أصغر قطعا بما أن X و Y موجبين قطعا إذن الجداء ديالهم غادي يكون موجب قطعا و A سالب مع إشارة ناقص إذن أصبحت عندنا T موجبة وبالتالي F وبالتالي F تزايدية قطعا على R زائد نجمة ليا المجال صفر زائد ما لا نهاية إذن من بعد مطلوب لنا جدول تغيرات الدالة F رابعا جدول تغيرات الدالة F إذن لاحظنا بأن تغيرات الدالة F مرتبطة بإشارة العدد A إذن حنا غادي نتكلمو هنا في حالة إذا كان A أكبر قطعا من صفر إذا كان A قطعا أكبر قطعا من صفر سيكون لدينا جدول تغيرات هو على الشكل التالي X تغيرات F ثم هنا تكون لدينا ناقص ما لا نهاية طبعا الصفر ليس في حيز التعريف هنا زائد ما لا نهاية قلنا في الحالة إذا كان A موجب F تناقصية على هذا المجال وبما أن F دالة زوجية بما أن F دالة فردية فتحافظ على نفس الرتابة في المجال المماثل للمجال صفر زائد ما لا نهاية اللي هو المجال ناقص ما لا نهاية صفر إذا كان A أصغر قطعا من صفر دائما من خلال السؤال السابق X تغيرات F لأن ناقص ما لا نهاية دالة غير معرفة في الصفر هنا زائد ما لا نهاية إذن قلنا إذا كان A أصغر قطعا من الصفر فإن F تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية وبما أن F دالة فردية فإنها ستحافظ على نفس الرتابة من بعد نمر لإنشاء CF إذن فيما يخص إنشاء CF في الحالة الأولى نأخذ A يساوي 1 أي F لX أصبح تعبير ديالها هو 1 على X هذا جدول تاع القيم كما تلاحظوا الصورة ديال 1 على 4 يعني المقلوب ديالها هو 4 والصورة ديال 1 على 2 هي 2 مقلوب 1 هو نفسه والصورة ديال 2 المقلوب ديالها يعني هي 0.5 والصورة ديال 4 هي 0.25 هنا غادي نمثلوهم قلنا الصورة ديال 1 هي 1 أي النقطة ثم الصورة 2 هي 1.0 الصورة ديال 2 0.5
الصورة ديال 4 قلنا هي 0.25. إذن تتلاحظوا كل ما كبرت القيم ديال X F ل X ستأخذ قيم أصغر لأن عندنا F تناقصية، ولكن F ل X لا تقطع المستقيمة ذات المعادلة Y يساوي صفر. علاش؟ لحقاش المعادلة واحدة على X تساوي صفر ليس لها حل، إذن ما تقطعوش. ويسمى هذا المستقيم مقارب ل CF. نفس الشيء أنا كلما أخذت X قيم كبيرة صغيرة صورتها تأخذ قيم كبيرة، يعني CF يقترب إلى هذا المحور الأرتيب، يقترب إلى محور الأرتيب. طبعا النقطة ذات الأفصول صفر لا تنتمي ل CF لأن صفر ليست في حيز التعريف، وبالتالي هذا المنحنى أيضا لا يقطع محور الأرتيب. هذا فيما يخص الجهة ل X موجب، يعني على المجال صفر زائد ما لا نهاية المفتوح. وبما أن F دالة فردية فإن CF على تمثيل الديالات يكون متماثل بالنسبة لأصل المعلم، وغتلقاو هذه القيم. هذا فيما يخص الحالة ألف. فيما يخص الحالة باء، عندنا أ تتساوي ناقص واحد على جوج، وإذن F غتكون F تزايدية في المجال صفر زائد ما لا نهاية، و تزايدية، قلنا تزايدية في هذا المجال، وغاد ننشئ هنا واحد الجدول تاع القيم. وبما أنها دالة فردية إذن غادي تكون متماثلة أيضا بالنسبة لي كما لاحظنا في المثال السابق. هنا أيضا هذه المعادلة F ل X تساوي صفر ليس لها حل، وبالتالي CF لا يقطع محور الأفاصيل، وصفر لا ينتمي إلى D دو F، إذن CF لا يقطع محور الأرتيب. من بعد نكتبوا تعريف وخاصية. إذن ثانيا تعريف وخاصية، لتكون F دالة عددية معرفة ب F لX تساوي A على X حيث A يخالف الصفر، منحنى F في معلم متعامد ممنظم يسمى هدلولا. مركزه O أصل المعلم ومقاربة محوري المعلم. إذا كان A أكبر قطعا من صفر فإن F تناقصية على كل من المجالين وليس على D دو F بل على كل من المجالين. إذا كان A أصغر قطعا من صفر فإن F تزايدية على كل من المجالين. شكرا لانتباهكم، وإلى الحصة المقبلة بحول الله.